دلوقتي كل حاجه بره بقت تاتش، تذكره المترو بالتاتش، عداد التاكسي تاتش، وهنا كمان كل حاجه ابتدت تبقى تاتش، مكنه البنك تاتش، شاشه الكمبيوتر تاتش، وكمان تاتشود بس يلا. وكمان الموبايلات بقت تاتش، يعني مفيش بقى زرار يعلق ولا حد يقول لك الكباده بايظه يا كوتش بس انا بصلح، خلاص كله بقى تاتش. ودلوقتي لو اشتريت اي موبايل سامسونج تاتش من اي 2 هتاخد كارت تخربشه، وهتكسب بقى دي فيديوهات ولابتوبات وام بي 3 بلايرز وهدايا تانيه كتير. كلم 19606 عشان تعرف اقرب فرع اي 2 ليك. المهم بس يكون موبايل سامسونج تاتش.